نعم هيفاء تسمحي لي أجيب لأنه تفضل قاطعوني فأردك من بعض النقاط. تفضل. جيد، دعونا لا نكابر، أين كانت مقاومتكم عندما كان صدام في الحكم قبل 2003؟ ألم يفر أبو مهندس أبو مهدي المهندس من الكويت بعد محاولة؟ أنا أقول لك أين كانت فصائل المقاومة الإسلامية؟ إذا سمعت لي في هذه الجزئية، لا في هذه الجزئية فقط، في هذه الجزئية فقط أكمل ومن ثم أن تقدم ما تشاء، يعني أكمل حتى لا نشوش على المشاهدين. أولا، أين كان أبو مهدي المهندس عندما فر من الكويت بعد فشل محاولة اغتيال أمير الكويت الأسبق؟ كان نائما في طهران وينتظر حتى دخل الأمريكان ودخل معهم، وكان عضوا في مجلس في الجمعية الوطنية حتى اكتشف أمره فهرب من العراق إلى إيران مرة ثانية. وعندما خرج الأمريكان في 2011 عاد إلى العراق وإلى السطح مرة ثانية. أما عندما تتحدث بأن هذه القوى أو هذه الميليشيات أو هذه الفصائل استخدمت أو انصاعت إلى الفتوى المرجعية، فأين هم قادتها من السيد السيستاني؟ لا العامل يقلد السيستاني، ولا العصائب الخزعل يقلد السيستاني، ولا مقتدى الصدر يقلد السيستاني، ولا موعد المهندس يقلد السيستاني. فما لكم وما للسيستاني؟ أنتم تستخدمون هذه أو استخدمتم هذه الفتوى لتنفيذ إرادة إيرانية في المنطقة. ندخل إلى مقراتكم ماذا نجد؟ نجد العلم الإيراني، ونجد صور مؤسس الثورة الإيرانية، ونجد صور الخامنئي، ولا نجد العلم العراقي، ولا نجد ولا نشع رائحة مقاومة وطنية. فأنتم أداة واضحة، المعالم واضحة لها دور واضح، تنفذ الدور الإيراني في المنطقة. أستاذ فلاح، يعني نحن بصراحة أنا أحكي يعني رأينا، يعني أو رأي الناس، أبو مهدي المهندس يعني كان له دور كبير في الحرب على داعش، ما ننسى يعني الله يرحمه كان له دور كبير. فخلينا نتكلم بعيدا عن أبو مهدي المهندس.